ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده الفيديو هيكون اول فيديو لفيفا 21 باذن الله. الفيديو النهارده هيكون بتكلم عن كل تفاصيل فيفا 21 والبيتش نوتس اللي حطوها في الاخر، طبعا الايكونز اللي خلاص بدانا نتكلم عليهم، الايكونز اللي في الاغلب هيبقوا موجودين في فيفا عموما، منهم او خلاص اللي اتحط كانتونا لحد دلوقتي وايتو، انا شايف ان هو هيتحط عموما، لان هو حتى حط من على تويتر بالنسبه له او اتكلم على تويتر عنده ان هو في يعني شراكه بينه وما بين جيم كوره حاجه زي كده، انا فاكر التويتر كنت شفتها قبل كده. فانا شايف ان ايتو بصراحه ان هو خلاص كان تقريبا شبه بيعلن ان هو فيفا اوريدي فيفا 21، فدي حاجه اظن تفرحنا كلنا يعني. فدلوقتي انا جاي اتكلم معاك على فيفا 21، كل حنتوفه موجوده حرفيا في الجيم، هتكلم عن كل حاجه في الجيم. في الاول هنشوف التريلر في الاول خالص، لكن كل حاجه في الجيم هتكلم عليها من ناحيه الجيم بلاي، من ناحيه الكارير مود، من ناحيه البرو كلوب. الكارير مود للاسف يا جدعان هيحط ما حطوش لحد دلوقتي حاجات جديده غير حاجات قليله وهيتكلموا لسه عليها قدام، لكن دلوقتي اللي اتعلم منها بس السيميوليشن مثلا اللي شفناه، اللي هو ان انت تقدر تشوف تعمل سيميوليشن للجيم وبعدها تخش الجيم نفسه. مثلا في المينيت 35 حصل عليك هجمه مثلا وانت خسران 1-0، عايز تنزل انت خلاص، انت شايف ان انت فريقك مش هيكسب بالمنظر ده، لو دخل فيه جيم كمان هتخسر مثلا، تنزل انت تتحكم بالفرقه على طول. فدي حاجه انا شايفها حلوه جدا في السيميليشن وتنفعنا كلنا، وحاجه اظن كله مستنيها يعني، بالذات اللي بيلعب الكارير مود يعني. دي حاجه حلوه، ده من ناحيه الكارير مود، لكن هنتكلم هنا من ناحيه الجيم بلاي، من ناحيه اخر التسريبات، من ناحيه اخر الاخبار عموما اللي فيفا 21 كلها. فيديو طويل، فيديو طويل جدا كمان، انا شايف فيديو مش هيقل عن تلت ساعه مثلا، مش اقل من تلت ساعه. فبص يا باشا، روح اعمل لك عصير، روح هات عصير من الثلاجه، هات بص اعمل لك شاي، اعمل اي حاجه وهتقعد معايا حبه حلوين، لان فعلا هتستمتع بالفيديو ده، لان انا هقول لك كل حاجه فيفا 21. انا اضمن لك هتخرج من الفيديو ده معاك كل اخبار فيفا 21. اي حاجه ثانيه هتشوفها هتبقى ليكس، لكن مش حاجه مضمونه. كل هقول لك هنا احاول ان انا اقول لك كل المضمون، احاول ان انا اقول لك كل لعيبه ريفيلد تماما، وكل دايما من على سايت اي اي، فما فيهاش كلام خلاص اللي حطوه، وهتكلم معاكم برضه على مواعيد الالعاب في الاخر. بس خلينا نبدا الاول من ناحيه التريلر، خلينا نبدا بس بالتريلر. التريلر اهو، خلينا نبدا، هحط السماعه بس اسمع. فيفا 21 rewards you for your creativity and control both on and off the ball with more intelligent player positioning, better scoring opportunities and player controlled runs. Last season, dynamic one-on-ones put you in charge of 1v1 battles. In FIFA 21, agile dribbling lets you unleash your creativity to go past the defender. Show off some fast footwork to leave them lost for words. Hold down the right shoulder button and use the left stick to get close control over the ball. ده هتكلم عليه بعدين. Uses his quick feet to take it around the defender and lays off that perfect through ball. Or do it in style with the new skill moves like the bridge dribble and the ball roll fake to explode past defenders. And in defense, counter the oncoming attacker by using your muscle to stop them in their tracks. In past seasons, you rely on the AI to make the right runs off the ball. Now you've got more control over your attacker's movement in the build-up. Get inventive and control. هتكلم معاكم برضه على موضوع كرييتيف رانز دي يا جدعان، معلش انا بس مش عايز اتكلم جوه الفيديو لان عندي حاجه بس مشكله في المايك، مش عايز اتكلم معاكم في التريلر او اقول الكومنتات بتاعتي على وقت التريلر، لان في حاجه في المايك لو بتكلم النويز بتاعتي، لسه اجيب مايك جديد يعني، لان المايك اللي معايا كان في مشكله يعني، والمايك اللي معايا دلوقتي بس في نويز عموما، فلما بتكلم انتوا سامعين اوريدي النويز على ما اظن دلوقتي، فمش عايز اتكلم في التريلر، فانا هتلاقيني في التريلر مش هتكلم، هتكلم بعد التريلر هقول لكم كل الملاحظات اللي انا شفتها يعني. Your teammates runs with directed pass and go and directed runs. Watch how a tap on the left bumper and a flick of the right stick sends Salah into space before he dispatches the return. Or lock onto one player to take matters into your own hands. The world's best players are always in the right place at the right time. Now they have that same level of positional awareness in FIFA. World-class forwards like Sergio Aguero hold their runs to stay. اوفسايد يا جدعان، يعني بص هو يقول لك ايه هنا، هرجع بس الفيديو اخر 10 ثواني. اجورو اوفسايد اوريدي، يعني دي برضه حاجه انا لقيتها في التريلر، اجورو اوفسايد بعدها رجع، هرجعها لك 10 ثواني هتشوفها. World class forwards like Sergio Aguero hold their runs to stay onside. Creative playmakers like Kevin De Bruyne find the spaces to play those incisive through balls. Midfielders like Fabinho and defensive giants like Van Dijk block more effectively when they get in the way of shots and crosses. FIFA 21 also smooths out those defense v attack free-for-alls when the ball goes loose in the box.
with a refreshed collision system. Now you'll see less falling over and more natural outcomes when players fight to be first to the ball. And a focus on the fundamentals includes your feedback to unlock creativity in FIFA 21. Switch on new manual headers and send headed shots and passes exactly where you're aiming. Dispatch the ball into space for your teammate to run onto with more effective long through balls. Mastered those skills? Competitor mode gives you an idea of what it's like to play against the best FIFA players in the world. Giving your opponent better skill moves, dribbling and all-round tactical awareness so you can take it beyond legendary. But don't worry if you miss your chance. Have another go at striking it just right with new gameplay rewinds in kickoff mode for a second shot at perfection. That's a quick tour of some of the biggest features coming to gameplay in FIFA 21. With the all-new attacking system, smarter positioning, better scoring opportunities, and player-controlled runs, you'll be rewarded for flexing your creativity and control in FIFA 21. And there's much more to come in career mode and FIFA Ultimate Team. ماشي، دي كانت النهاية. هتكلم معاكم بقى بالظبط دلوقتي على كل حاجة أقدر عليها من ناحية البيتش نوتس اللي هما اتكلموا عليها. فأنا هروح معاكم الأول على بيتش نوتس كلها، بس هتكلم معاكم دلوقتي على البيتش نوتس حتة حتة. يلا بينا. هبدأ بس الأول أشرح كل حاجة طبعا يا جدعان، وبعدها في الآخر خلص هقول كومنتاتي على الدنيا كلها وإيه أحسن حاجات اللي أنا شايفها حلوة إن هما ذكروها أصلا. بس يلا بينا. طيب، من اهم الحاجات اللي انا قريتها وفعلا في فيديو قدام هحطه لكم هنا، هيبان طبعا كل حاجه هشرحها لكم هنا بالتفصيل، بس في فيديو هيشرح اكتر الكلام اللي انا هقراه دلوقتي. هنا كانوا بيتكلموا ان هم عايزين يحققوا الريل فوتبول عموما البلاير بيرسوناليتي زي ما هم قايلين. بلاير بيرسوناليتي هنا قصدهم بلاير بيرسوناليتي واحد زي فان دايك مثلا. واحد زي فان دايك بيدافع حلو، بيقفل بجسمه على الاقل، بيعرف يعمل بلوكينج حلو. دي من الحاجات اللي عجبتني. اول بلوكينج هيزيد الجيم ده، وهشرحه برده لما تيجي الكاتيجوري بتاعته. لكن واحد زي فان دايك وزي راموس مثلا بيعمل بلوكينج حلو اوتوماتيك من غير ما انت تتحكم بيه. لكن لو انت بتلعب واحد زي ستونز او حاجه، مش هيبقى بنفس طريقه الدفاع والبلوكينج بتاع اللعيبه زيه زي فان دايك او راموس. قصدهم بالنقطه دي كلها ان هم عايزين يخلوا اللعيب يلعب زي ما بيلعب في الحقيقه بالظبط، ودي حاجه فعلا كلنا نتمناها. طبعا من اغلب الحاجات اللي قريتها برده من ناحيه الحاجات دي بيقول لك ان هم هيزودوا increasing the number of attributes. دي حاجه برده حلوه. معنى ايه الاتريبيوتس اللي هي يا جدعان؟ لونج باسنج، شورت باسنج، حاجه زي مثلا اقول لك ايه، البيس مثلا ما فيهوش غير اكسلريشن وسبرنت، الشوتينج في بوزيشن، فينيش، شوت باور، حاجات زي كده. ده الاتريبيوتس الموجود. بيقول لك هيزودوا حاجات هو ما ذكروش هنا بالظبط ايه الحاجات اللي هيزودوها بالظبط، ما قالوش بالظبط بالتفصيل ايه الحاجات اللي هيزودوها، بس قال لك هنزود الاتريبيوتس تشرح اكتر اللعيب اللي هو بالظبط allow us to take player personality to the next level. لو من الاخر تساعد ان اللعيب فعلا يبرفورم زي الحقيقه، يحطوا اتريبيوتس زي كده، وانا اشجع حاجه زي كده جدا. اجايل دريبلينج، اجايل دريبلينج هنا بيقول لك ان هم عايزين يخلوا يا جدعان اللعيبه اللي عندها دريبل اوريدي عالي، حد زي ستيرلينج، حد زي سون، حاجات زي كده، عايزينها يطوروا حاجات زي كده، يعملوا هي هتبقى حاجه زي ال1 اللي موجوده في فيفا، هتبقى بنفس المنظر ده بالظبط. بيقول لك ان انت هتقدر تاكتفها وانت دايس الار1 او الار1 اللي في الزرار بتاعك اللي هو R1 في البلاي ستيشن وفي الاكس بوكس او على دراع الاكس بوكس الار بي عموما. وفي نفس الوقت وانت عامل هولد لزرار ال1 خليك برضو دايس او اتحرك عموما بالليفت ستيك عادي، كانك بتتحرك عادي جدا بالليفت ستيك بتاعك، هتبقى عامل زي سون بالظبط كده، تقدر تسحب الكوره ورا يمين شمال، which is حاجه حلوه، تقدر تلعب برجلين الاثنين. وطبعا بيقول لك الحاجات دي هتساعد او سهله ان انت تتحكم بلاعب زي كده لو عنده اسمها ايه البلاير دريبلينج واجيليتي ورياكشن وبول كنترول عاليين. كل لما الدريبل، اجيليتي، الرياكشن وبول كنترول، لو الاربعه دول عند اي لاعب حلوين، اللعيب هيحس اسرع وهتحس ان الحاجات اسهل بكتير معاه. واظن حاجات زي كده تبقى اسهل طبعا بستيرلينج غير لما تيجي تعملها في فان دايك او راموس او ناس تقيله عموما، او دي مش مهمتها عموما زي سون هنا بالظبط. عجباني جدا الفكره نفسها، حاجه تساعد ان انت تلخبط الانمي عموما غير ال1. ال1 هم قالوا ان هم هيسيبوها زي ما هي موجوده وكل حاجه، والار1 برده انا شايف دي حلوه جدا، يعني دي هتفرق عن لعيبه كتير، دي فعلا تفرق في عموما سرعه تحركك بالليفت ستيك وحاجات زي كده، اظن انها هتفرق لعيب من لعيب يعني حاجات زي كده، فدي اشجعها وارجحها جدا كمان.
اه بيقول لك هنا برضو ان عموما التقنيه دي او زرار الار 1 ده تقدر تلغيه عادي جدا من الكنترولرز جوه، لو مش عجباك الحركه تقدر تلغيها عموما وتفكك منها خالص. بيقول لك برضو ان الدايناميك دريبلنج الا وهي زرار الار 1 اللي كنا بنتكلم عليه اللي جت في 20 جديده عملوا لها امبروفمنت ان هي تبقى احسن عموما وانت بتعملها بالال 1 والار 1، يا هيبقى موجود ال 1 وار 1 which is حاجه حلوه. طبعا ما ينفعش تعمل الاثنين مع بعض، يا تعمل دي يا تعمل دي، بس بالمنظر ده ار 1 باين ان هي الموف بتاعت فيفا 21 فعلا. طيب كريتيف رانز، هنبدا بقى نتكلم على الكريتيف رانز، ودي حاجه فعلا يا جدعان مش عايز اقولك هتعمل جاب، دي حاجه تفرق لعيب من لعيب بقى في فيفا، دي حاجه فعلا هتساعدك في الهجوم تماما. الجيم لحد دلوقتي باينه ان هي جيم اتاكينج تماما، ما فيهاش سايد ديفندنج خالص، او مش فيفا 20، فيفا 20 كلها كانت دروب باك، عباره عن لعبه دروب باك، هتقعد ورا وتستحوذ على كورتك، الف مبروك كسبت جيم 1-0. انا مش فاهم ايه المتعه في كده، بس احنا في الاخر بنلعب جيم، فما ينفعش تعمل لي جيم دفاعيه، فاحنا عايزين الجيمات اللي رتمها سريع، الجيمات الهجوميه ترجع تاني. فدلوقتي دي حاجه هتساعد جدا. دايركت رانز، دايركت رانز حاجات عجباني جدا. احنا في الاول يا جدعان في اي فيفا عموما لما كنت بتدوس زرار ال1 وانت بتباصي، بمجرد ما لعيب يباصي يجري زي اللقطه المتخلف العبيط كده، يجري لك في طريق مستقيم كده ستريت لاين، فدي حاجه مقرفه. يعني انت بتجري في مكان يا معلم انت رايح فين، انت خرجت بره ويعدي الاوف سايد، وحاجه تقرف، حاجه تقرف، فدي حاجه قذره. فالدايركت رانز هنا بالنسبه لك تقدر تلف لعيب ل 360 درجه، تقدر ان شاء الله ترجعه لورا لو انت عايز، حتى بعد ما يبص لك الكوره يرجع لك جاريه لورا هيعملها، تقدر تشاور بيها. ازاي اصلا بتتعمل؟ طيب انت هتباصي عادي جدا، هتدوس زرار ال L1 وتباصي، بمجرد ما تباصي خلي بلا ما الكوره بقى توصل وهي في السكه كده، تقوم انت مشاور بزرار الار 3 اللي هو الانالوج اليمين، تدوس مش هتدوس بالانالوج اليمين، هتشاور عايز اللعيب يروح لك فين لمده ل 360 درجه، ان شاء الله عايز يرجع ورا، عايز يجري قدام، زي صلاح هنا بالظبط عمله بزاويه كده بالظبط، جابه كده بالظبط، فدي حاجه حلوه. يعني بص بمجرد ما بص جابه كده، هيقوم باين الاسهم هنا. طبعا الاسهم دي انت تقريبا انت بس اللي هتشوفها اكيد، الانمي مش هيكون بيشوفها، تقدر تلغيها اظن برده من الكنترولرز من جوه، فدي حاجه حلوه جدا. تقدر تجري صلاح كده، تقدر تجريه كده ما بين المدافعين مثلا يجي يرجع مكان فيرتونجن اللي اتقدم ده، في مليون طريقه. حاجه زي كده يا جدعان هتساعد الجيم نفسها، انك مثلا ممكن انت بصيت صلاح مثلا اداها لفيرمينو، انت عايز صلاح يسحب مدافعين، هتخليه يروح في السكه دي هياخد معاه مدافعين وانت تخش مكانه، ففي مليون طريقه. يا اما لو هو جري وراح في مكان حلو جدا وانت وديته وبعته في مكان حلو جدا، عادي جدا بصيله الكوره جون، ففي فعلا مساحات هتتفتح في الجيم دي، هتبقى جيم هجوميه، مش اي مدافع ولا اي لعيب هيقدر يدافع في الجيم دي. وشايف فعلا الجيم دي جيم هجوميه لحد دلوقتي، الدايركت رانز دي هتفرق تماما الديناميك بتاعت الجيم. يعني انا عجباني جدا حركه الدايركت ران، بدل ما هو يجري لك زي اللقطه لقدام كده، لا انت دلوقتي تشاور اللعيب يروح لك على فين. فازاي تعملها؟ تدوس ال1 وتباصي، وبمجرد ما تباصي دوس بقى بار 3 دي، شاور على اللي عايز الواد يروح فين، او بعد ما تدوس او اللي هو كولينج تيم ميت اللي هي تدوس ار2 دي، بالنسبه لار2 ما اعرفش تقريبا هتبقى بالنسبه لك ار1، لما بتدوس زرار الار2 اللي هو تسحب تقول لواحد يجي لك، دوس ال1 ودوس بقى ايه بالانالوج اليمين ده، ما تدوس قصدي شاور بالانالوج اليمين ده، شاور عايز اللعيب ده يروح لك فين بالظبط. دي حاجه حلوه جدا، مش شرط ان هو يكون معاك كوره، لا انت كمان تقدر تشاور له، تقول له روح بمجرد وهو معهوش الكوره، الكوره انت لسه معاك، وتشاور اللعيب وتقول له يروح. فدي حاجه عجباني جدا بصراحه، ونايس نايس والله من ايه. طيب في حاجه جديده اسمها بلاير لوك. طيب في حاجه اسمها دايركت باس اند جو، هم مش شارحين هنا ازاي بتتعمل، بس اتوقع ان انت بمجرد ما تدوس ال1 وتباصي، بمجرد يعني لو انت باصص زي هنا، بص لما تتعاد تاني معلش، يعني بص بمجرد ما باصه جري في المكان اللي باصه فيه او في الدايركشن اللي كان باصص فيه وهو بيباصي لك، راح جري عليه، اتوقع ان هي تقريبا بال1 بس، تدوس ال1 وتباصي هيجري لك في نفس السكه دي بالظبط ويروح. برضه اوبشن بالنسبه لك لو انت مش عايز تشاور بار 3، يعملها لوحده ويجري لك في الطريق اللي فتح فيه، وبص زي ما عمل هنا فتح وجاب جون منها تقريبا. في حاجه جديده اسمها بلاير لوك، ودي غريبه. البلاير لوك دي بالنسبه لي هل هتبقى في الاونلاين؟ هم مش شارحين هنا، هم مش شارحين، بس عموما بيقول لك ان انت هتدوس ال3 ال3 وار3 اللي هو الاثنين انالوج، هتدوس الاثنين انالوج في نفس الوقت عشان تعمل لوك للعيب اللي انت متحكم بيه في حاليا بالظبط. يعني فهتعمل هتدوس الاثنين انالوج، واول ما تدوسهم تباص الكوره للاي اي، وبمجرد يعني هنا زي بيل لما تتعاد تاني، ده تقريبا بيل ولا هازارد انا مش شايفه بصراحه على الشاشه بعيده، بمجرد ما بص الكوره هو كان اوريدي داس الاثنين انالوج، فبص الكوره للاي اي ده دلوقتي، ساعتها انت متحكم لسه بده، انت نفسك متحكم هنا، واول ما جه هنا داس اكس طلب الكوره من ايا كان الشخص ده، طلب الكوره منه وهو اللي شاط. بعد ما الكوره تجيلك خلاص الجيم بترجع عادي، تقدر تتحكم باللعيبه تاني. انا مش فاهم بصراحه هم هنا مش قايلين هل هتبقى في الاوفلاين ولا في الاونلاين كمان، بس من التصوير هنا هي باين ان هي كيك اوف او انت بتلعب في الاوفلاين،
فلو ده تبقى في الاوفلاين يعني الاي اي ممكن يلعب لك في الاونلاين، ده مش بس دفاعيا هيلعب لك هجوميا وير. بس هم هنا قايلين انت بمجرد ما تدوس الاثنين دول انت بتعمل لوك على اللعيب اللي انت دوس الاثنين انالوج بيه، تباصي اول ما تروح في مكان حلو اطلب اطلب الباس من الاي اي عموما هيديها لك وتشوت، ويعني انت اللي تفتح المساحه بدل ما الاي اي كمان اللي يفتح لك المساحه. هي فكره حلوه، فكره حلوه جدا. طيب وبقولك برضو فور مور كنترول، تقدر بعد ما انت عملت لوك على بيل مثلا او الشخص ده تقدر بالرايت ستيك بتاعك لو انت مش عاجبك اللعيب ده تشاور على لعيب تاني عشان تتحرك بقى، تتحرك بيه تتحكم بيه بدل ما انت عامل لوك على ده تتحكم بلعيب تاني اساسا، تبقى عامل لوك اللعيب واحد. دي برضو فكره حلوه. ولو في الاونلاين هتضيف حاجه جديده عموما في الجيم، بس غريبه يعني. طب ما الكوره ممكن تتقطع من الاي اي، ايه اللي هيحصل ساعتها مش شارحين، بس نايس فكره حلوه جدا. طيب حاجه جديده هنا اسمها بوزيشننج بيرسوناليتي، دي حاجه جديده بصراحه يا جدعان عجباني. الفكره نفسها هم عايزين لعيبه تتحرك زي الحقيقه بالظبط، فده فيرمينو واينالدو مينا بالظبط كان عايز فيرمينو يفتح من غير ما انت تدوس اي حاجه، اللعيب اوتوماتيك بيعملها لو انت بتتحكم باللعيب البوزيشننج بتاعه حلو هيتحرك زي فيرمينو كده. مثلا لو كنت فيرمينو قايله مثلا فولس 9 او حاجه هو هيرجع يطلب لك الكوره فتح في مكان حلو من غير ما انت تطلب. الكلام ده احنا ما شفناهوش في اي فيفا قبل كده، ما شفناهوش في فيفا 20، ما شفناهوش في فيفا 19، ما شفناهوش في اي جيم قبل كده من لعيب زي كده. زمان بصراحه كان لعيب بيفضل تاني هطل كده واقف لك هنا، هو واقف هنا بقى اللعيب واقف هنا هات الكوره، فيعني كان بيبقى في هطل في البوزيشن، لكن عجباني جدا. لا لو اللعيبه لو انت تجيب لعيبه كده، لا على فكره الحاجات دي تغلي على فكره اللعيبه المهمه او اللعيبه زي فيرمينو اجويرو صلاح ماني محرز اللعيبه الحلوه اوريدي في الجيم، لا اسعارها ما تكون غاليه اغلى من اي جيم، دي هتفرق جدا في اسعار اللعيبه. لان دلوقتي كمان بيقول لك هنرجع دلوقتي او هنروح في من ناحيه الديفندنج هتفرق تماما، لان هي بيقول لك حركه البوزيشننج دي مش بس ديفندنج، هو اللي هو بيقول لك ادينج ديبر اي اي بيرسوناليتي ان بوزيشننج حاجه حلوه، بيقول لك اوفنسيفلي وديفنسيفلي، ودي حاجه حلوه جدا. يعني ده هنا ده اوفنسيفلي هنا بالمنظر ده ان هو عارف يفتح لك صح، مش بس ان هو اخترق، الصوره اللي بعدها تبين لك ازاي اخترق جوه يعني. طيب نايس، بقول لك الاتريبيوتس اللي هتبقى ليها علاقه بالاوفنسيف رانز حاجات زي كده، او الاوفنسيف يفتح لك عموما لو انت بتهجم ويفتح لك ويعمل بلوك لو هو بيدافع. اهم اتنين اتريبيوتس بوزيشننج من ناحيه الهجوم عشان فيرمينو يتحرك لك كده لو البوزيشننج بتاعه عالي هيفتح لك بالمنظر ده، وفي الديفنس الديفنسيف اويرنس، حد زي فان دايك حد زي ده هيعمل بلوك اكتر ويقف لك في اماكن صح يقفل بيها على المرمى بتاعه لو هو عنده ديفنسيف اويرنس عالي، فدي حلوه جدا، ده اتريبيوتس ركز عليها في فيفا 21. طيب اونسايد واوفسايد رانز، هنا بالظبط هشرحك بالظبط لما تتعدل الران هنا تاني. بيقول لك لو البوزيشن بتاع اللعيب قليل هيجري زي اللهطل ويخش لك الاوفسايد عادي، لكن لو بوزيشن عالي هيستنى هنا بالظبط على الاوفسايد وبص بسببها جات لك جون. بوزيشن قليل جري زي اللهطل اوفسايد، بوزيشن عالي استنى لحد اما تقدر تبصير الكوره اديتها له وجاب لك جون، فدي حاجه حلوه جدا هتفرق معاك في الاتاكينج بوزيشننج. يبقى انت تركز برده في الاتاك بوزيشننج بتاع اي لعيب وانت بتشتريه في الهجوم عشان يبقى عامل لك زي اللي موجود هنا، اللي هنا اهطل جري راح الاوفسايد ضيع عليك الهجمه، هنا عشان بوزيشن عالي استناك تبصيل الكوره راح جاب لك جون، فدي حاجه حلوه هتساعدك جدا في فيفا 20 في 21. طيب هو هنا الاتريبيوتس الجديده من الواضح الاتريبيوتس في الهجوم الجديده، بيقول لك في اتريبيوت جديده اسمها باسر ريدلنس، يبقى الران دي زي ما احنا شفنا اونسايد واوفسايد رانز، دي اسمها ده الاتريبيوت اسمها كده. فبيقول لك ان طبعا لو 85 يبقى تمام، لو 90 هتبقى حلوه جدا، لو 99 طبعا دي احسن حاجه من ناحيه الاتريبيوت دي. يبقى فيها يبقى في اتريبيوت جديده اسمها اونسايد واوفسايد رانز، ماشي في دي اتريبيوت مخصوصه للاوفسايد، ده نايس والله. وفي حاجه تانية اسمها باسر ريدلنس رانز، اظن يعني تقريبا اسمها باسر ريدلنس بس. طيب بيقول لك اللعيب هيتوقع امتى التيم ميت بتاعه يقدر يبصي له الكوره فيجري في الوقت الصح، فدي حاجه حلوه. بيقول لك طبعا ايه الهاي اتريبيوت بلاير، يعني لو اللعيب عنده الاتريبيوت عاليه كل ما تبقى اعلى كل ما يبقى يجري لك في بيرفكت تايم احسن، يعني دي حاجه حلوه. طبعا في حاجه ثانيه اسمها ديزيشن ميكنج تايم انتليجنت، طيب تمام ده برده فتح مساحات ابيليتي تو ميك فاستر اند اكير ديسيجن وين اند وين تو موف، تمام. بيقول لك هيتحرك تحركاته في الملعب عموما يجري امتى يقف امتى حاجات زي كده، لو في مساحه الواد هيستغلها طبعا هيروح فيها اسرع واذكى من اي جيم ثانيه على كلامهم. باسنج لين اناليسز، طيب بص بيقول لك باسنج لين اناليسز هيفتح لك مساحه احسن ان هو تجيله الكوره، مش بس كرنز يفتح لك حتى مساحه ان هو يعدي لك كوره ان انت تقدر تبصيله فيفتح لك هو لعب، نايس. طيب في حاجه ثانيه اسمها اوبن اب سبيس،
بيقول لك ان هو يقدر يخترق الدفاع او يبص ايه الغلطه في الدفاع ويخش لو اللعيب بيلعب بطريقه دفاعيه شويه زي اللاعب ده كده بالظبط. بص اللاعب فتح استغل المساحه لقى ان المكان ده فاضي وسع، يعني بص ساب اللعيب ده خالص يروح وفضل واقف هنا وسع عشان يستنى الكوره. دي ما كناش بنشوفها في اي فيفا تانية، فدي لو فعلا موجوده في فيفا 21 لا ده حركه ذكيه جدا. طبعا مش اي لاعب يعمل كده، كل ما اللاعب يبقى عنده الاتريبيوت دي تقريبا في اوبن اب سبيس دي اتريبيوت جديده، كل ما تبقى عنده اعلى كل ما يعمل الحركه دي، ساب المدافع خالص يروح وفتح مساحه. دي حاجه مهمه جدا، دي حاجه مهمه جدا في الدفاع في الهجوم عموما، حاجه مهمه جدا في الهجوم، لان فعلا الحاجه زي دي يا جدعان تجيب لك اجوان كتيره جدا. انت حاجات زي كده كنا بنشوفها في فيفا 21، فيفا 20 تلاقي الواد بيجري بقى معاه كده، يا معلم انت مهاجم مش مدافع، انت سيب الواد في حاله وتعالى هنا. على كلامهم بيقول لك ان هم حاطينه، يا ريت والله العظيم لو كده بمنظر الكلام اللي هم حاطينه فعلا الجيم بروميسنج فشخ وبان الجيم هتبقى حلوه في فيفا 21. طيب بيقول لك في برضه حاجه اسمها ايدل كروسنج بوزيشننج للعيبه، ان في فتره ان انت مثلا بتجري بحد من الجناب ان انت خلاص هتعمل كروس او حاجه وهو اوريدي جوه البوكس، عنده ذكاء اكتر ان هو يخدع المدافعين بتوع الانمي ويفتح مساحه يقف هو فاضي فيستعد للهيد بتاعك، فدي هتبقى حاجه نايس جدا، هتكلم في الهيدات كمان شويه. نايس. في حاجه ثانيه اسمها فيك ران ان ذا بوكس، بيقول لك ان اللعيب هيعمل فيك ران هيجري وبعدها يقف يبعت المدافع، فتلاقي المدافع اتبعت كده شويه يفتح لك مساحه ان انت تبصيله فيفتح لك. وحاجه تانية ان هو مثلا لو واقف على النير بوست او العرض القريبه ولقى ان المساحه اللي على البعيده مفتوحه هيروح لك على البعيده ويسيب المدافع على القريبه والعكس صحيح. طيب شانس اوف كرييشن سبورت حلوه جدا، بيقول لك ان اللعيب او الاي اي عموما اللعيبه اللي انت ما بتتحكمش بيها لو لقى ان مفيش باسنج، لو انت عملت باسي ومفيش فعلا مساحات ان انت تباصي لاي حد، اوتوماتيك هتلاقي اللعيبه تبدا تفتح لك مساحات ترجع لك ورا، ده اوتوماتيك ترجع لك ورا. الكلام ده لو انت عامل جيتين بايند او حاجه مش هتطبق عليه، لكن اغلب اللعيبه ترجع لك ورا تبدا تفتح لك مساحات ان انت تباصي وتفتح لك هي اللعب، غير اللعيبه اللي هو ايه فيفا 20 ايه ده انت مزنوق ما مفيش باسنج، باصي بقى لترشتجن تلاقي لسه قدام فيرمين اللي انت ليه يلو فولس 9 مش راضي يرجع. كان في فعلا حاجات تضايق في فيفا 20 وقبل كده حتى. نايس لو هو فعلا في تشانس كرييشن سبورت زي ما هم قايلين ان اللعيب يفتح لك كده تمام، دي عجباني جدا يا جدعان، حركه اوبن اب سبيس دي حلوه جدا، دي حلوه جدا. طيب تمام ده من ناحيه خلاص نخش بقى في ناحيه الديفندنج. من ناحيه الديفندنج بيقول لك في حاجات كتير اتعملت عشان البلاير بيرسوناليتي فور تاكلينج، زي اللي بيحصل هنا تيجي سيلفا تقريبا ده بياخد الكره من صلاح بيقول لك شولدر تشالنج زي اللي حصل دلوقتي ويخش يحط جسمه على طول سيلز اوت زي ما حصل دلوقتي تو بيرفورم شولدر كذا كذا تاب زي ال2 بوتون ماشي اوريدي كانت موجوده دي المفروض، بس بيقول لك حسنوها عملوا لها ريورك حسنوها ان هو يخش احسن من كده. من ناحيه البلوكينج اتكلمنا تقريبا عليها اللي هو لو انت عندك ديفنسيف اويرنس هيصد الكور بمور رياليستيك موف شويه رياليستيك بلوكس من ناحيه الشوتس والباسز اللي بتحصل عليه ده نايس. بس يا ريت تكون زي ما قلنا ايه ديفنسيف اويرنس فعلا ده هتقدر تجربها بس من ناحيه الجيم ما ينفعش نتكلم عليه وخلاص، ده من ناحيه الجيم نفسها. من ناحيه الباسنج بيقول لك ماشي الباسنج اتحسن باس اوبنز كومبلكستي تمام اتحسن وهذا هو من صلاح نايس والله. كروسنج بيقول لك ده في 3 كروسنج عموما الثلاثه دول كانوا موجودين اوريدي تمام. جراوند دريفن عارفينها، دريفن كروس عارفينها، وايبد كروس ار 1 ال 1 واكس تمام انا كنت بعملها بصراحه تمام. عملوا ابديت للكروس اسيستنس هنا تمام. اذر امبروفمنتس مهمه دي انيميشن فلويديتي تمام. giving player more control طيب حلو. بيقول لك بريدج اند نوت ميك سكيل موفز ماشي بريدج سكيل دي كانت موجوده اصلا يا جدعان ولا انا ايه. بيقول لك دوس مرتين ار 1 او الزرار اللي انت عامل منه السبرنت بتدوس مرتين ار 1 المفروض بيعمل الران بتاعته فده نايس. دايركشن نوت ميك ال 1 وار 1 وايا كان الواد واقف فين. طب حلو كانسل فاول ادفانتج ماشي ده برضه حركه حلوه عملوها اد اللي هو لما بتدوس لو انت اداك ادفانتج للحكم ولا حاجه بتدوس ال2 ار2 الاثنين في نفس الوقت تدوس الاثنين مع بعض هتاخد الفاول على طول بدل ما كنت بتقف كده وتلاقي الهجمه هجمت عليك عادي يعني فده نايس. انستنت هارد تاكلز ار1 و او ابيلتي بيرفورم هارد تاكل انستنتلي ويزوت هافينج تو هولد اند باور اب ذا تاكل. طيب تمام ده تقريبا جديده او عمل انكريز ليها اللي هو لو انت دايس ار1 لو انت بتجري يعني وعملت تاكل ماشي عملوا لها نايس تمام. امبروفد فينيش شوت حسنوا الفينيش شوت ده نايس جدا يا ريت يحسنوها فعلا لان فينيش شوت ميته هنا بالذات من بره البوكس ميته ميته يعني فيا ريت ترجع تاني. كل بلايرز انتو بوكس جول كيكس الاو تيم ميت تو ستارز بيلد اب ماشي دي اوريدي كانت موجوده بس بيقول لك عملها امبروف فنايس. هارد سوبر كانسل
تمام، دي يا جدعان بقى كنت عايز اتكلم معاك عليها. على موضوع الكنسل، هارد سوبر كنسل بتدوس L2 R1 L1 R1. ايه ده، في ايه؟ to go into free move in any situation except when dribbling with the ball. انت لما بتدوس الاربع زرار اللي ورا وانت معكش الكورة تقدر تروح باللعيب في اي حتة. The previous super cancel still exists but is more restricted due to button conflicts. تمام، باس شوت كنسل، لو انت بتباصي او بتشوت وعايز تكنسلها ما تعملش فيك شوت، عايز تكنسل الشوطه نفسها من غير ما تعمل فيك شوت، تدوس L2 R2 وانت معاك الكوره خلاص بعد ما اديت امر الشوتينج او امر الباسنج، عايز تكنسلها بسرعه تدوس L2 R2. مش هيعمل فيك شوت، هيفضل في مكانه كده بس اكنه هاي شوت ووقف كده، فاهم؟ فبرضه دي ممكن تبقى حركه على فكره، فيبقى نايس. انذر واي تو كنسل الشوت اور لوب بريسنج اكس سيميلرلي تو فيك. ماشي، برضه ممكن تعمل فيك شوت لو انت عايز توقفها. نايس. سكيل موف كنسل، دي بقى اللي كنت عايز اتكلم معاكم عليها. بص يا جدعان، هنا بيقول لك ان انت تقدر تعمل بعد ما عملت سكيل موف اهو هنا وقمت عامل تقدر توقفها، بتدوس L2 R2 بعد ما تعمل سكيل موف. بص عمل هنا نص سكيل موف راح وفنش، فدي حلوه. دي ممكن بص دي عجباني جدا، خلاص بيعمل اللي هي L1 وبتعمل فيك شوت بتروح بالمنظر ده، هو عملها وقف مكانه وراح، دي عجباني جدا. دي برضه سكيل موف دي حلوه جدا ان انت تكنسلها، دي كانت حاجه نفسنا فيها بصراحه. وياما انت بتدوس غلط. اوتو فلير باس ماشي، هنا شويه حاجات دي مش هتكلم عليها بصراحه، دي الحاجات دي اظن اقروها انتوا احسن. هبقى سايب لكم طبعا من الحاجات دي كلها في الديسكريبشن تحت، انزل بص هتلاقيني سايب لك الحاجات دي كلها. فنايس، كل الكلام ده اتضاف طبعا في الكنترول فحلو يعني. هنا بقى برضو في السكيل موف، السكيل موف امبروفمنتس دي حاجات كتيره جدا كنت عايز اتكلم معاكم على النقطه دي بقى. من اهم الحاجات اللي كنت عايز اتكلم معاكم عليها على السكيل موفز، انها بيقول لك هنا ان هو لو تفتكروا ايه، لما انت تعمل كذا سكيل موف الكره بتطلع منك قوي، هتفضل موجوده دلوقتي بس كانت في فيفا 20 هي اخرك 2 سكيل موف، اخرك 2 سكيل موف فيفا 20 ويحصل ايرور في الثالثه. دلوقتي بيقول لك زودوها شويه خلوها 3، هيحصل ايرور في الرابعه وانت طالع، بدايه من الرابعه هيحصل ايرور. فدي حاجه حلوه بصراحه، لان انت لو انت بتحب تعمل سكيل موف، انا بحب اعمل سكيل موفز كتير مش واحده ولا اتنين، فان انت تديني 3 وتيجي في الرابعه يبقى ايرور، ماشي ميك سنس شويه بصراحه. وده من ناحيه بس الكومبلكس سكيل موف زي مثلا الاستيكو دراج باك لاكروكيت الحاجات الرخمه دي، او عموما السكيلز الصعبه. سكيلز سهله زي مثلا ايه الستوب اند تيرن الفيك شوت، حاجات خفيفه كده، او هيلا هي اللي هو بتدوس الانالوج قدام وورا، دي الكلام ده اترفع من بدل من بعد الثالثه يحصل لك ايرور، لا من بعد السته يحصل لك ايرور، فدي حاجه حلوه جدا جدا جدا. طيب بقول لك الحاجات ايزي سكيل موف زي بول رول والستيب اوفر، نايس برضو ده من غير اي بينالتي من غير اي ايرور تقدر تعملها فور ايفر يعني، فنايس. ري مابد دراج باك تو L1، ايه ده دراج باك بقت L1 R1 ليفت ستيك ان وات ايه في ايه. تمام، دراج باك غيروا الطريقه بتاعتها، برضو مش هشرح الحاجات دي كلها. كل اكسس سكيل موفز، تمام في حاجات كتير سكيل موفز اتحطت، سكيل موف كانسل، كل حاجات دي تقدر تعملها، كل الحاجات دي تقدر تكنسلها معلش. تمام، نيو سكيل موف ادد، دول الثلاثه الجداد. فينت فورورد اند تيرن وبول رول فيك تيرن، دي يا جدعان دي عجباني، شفتها برده في اللي شفتوها برده في اول الفيديو خالص او اول التريلر. بول رول فيك تيرن اللي هو بتلف في يعني في مكانك، فدي عجباني جدا حوار ان انت تلف في مكانك، دي او بي فشخ، تلف في مكانك وتقف، فدي نايس من غير ما تلف من غير ما تتحرك في اي حته، فان انت تبعت المدافع او حتى الواد يتلخبط ويروح، لا في حاجات كتيره جدا تساعدك انك تفشخ الدفاع بتاع الانمي بصراحه. ماشي، هنا جنرال امبروفمنت كوميونتي فيدباك، طبعا الكوميونتي فيدباك اللي هو انا وانت وكده، هم خدوا مننا فيدباك فحبوا ان هم يساعدونا، فتمام الكلام ده اي كلام برضو على ما اظن يعني. وانس اجين اونلاين جيم بلاي ريسبونسيفنس ايفورتس. طيب يا ريت as we have be covering so FIFA كذا ماشي عارفين to the end but end we have been running feedback sessions امتى؟ يعني FIFA pro player community player pro، تمام ماشي ماشي ماشي. skill move detection هخش في المهم، skill move detection we received examples where some very high skill player moving the right stick too fast. طب حلو، بيقولك ان هما this change blue apply all form gameplay كذا وكذا. طيب بيقول لك ان انت فعلا ساعات وانت بتتحرك بالليفت ستيك يمين شمال من كتر ما انت بتحركهم بسرعه ما بيستقبلش اصلا، بيقول لك حلوا حاجه زي كده في فيفا 21، يا ريت اتمنى لانها فعلا كانت بتحصل كتير. لو انا بتحرك كتير بالستيك اللي على الشمال او الانالوج الشمال ما بيستقبلش ساعات موفمنتس معينه باصات معينه، حلو جدا. برده بيقول لك لو انت بتعمل سكيلز كتير ساعات ما بيستقبلش سكيل معينه وانت بتعملها فبتضيع عليك الهجمه، برده عارف حاجه زي كده بيقول لك عالجوها في فيفا 21 يا ريت تاني. فيفا 20 ريكويستنز جت ا بلاير سبرنت وود تيك
precedence over a skill move request. تمام. We are now for the skill move over the request sprint. ماشي، يعني انت لو عملت skill move في اي وقت ممكن هيوقف السبرنت بتاعك ويعمل skill move، فدي حاجة حلوة جدا. The switch improvement proved multiple cases where no right stick would happen. For example, during sub tackling situation or when quickly changing from كذا كذا. ماشي، بقولك left stick dribble left stick ايه بس ال الانالوج اليمين لما انت بتتغير وبتتحرك بال وانت بتعمل يعني اسمه ايه؟ بتغير من لاعب للاعب من الناحيه الدفاعيه، لو انت بتعمل تاكل اوريدي مش هيخل مش هيغير اللاعب، طالما انت بتعمل تاكل بلاعب هيوقفك بيه، لكن الايرور يعني هيقللوه على قد ما يقدروا على كلامهم. وبيقول لك برضو ال L1 لما بتدوس L1 هيحاول على قد ما يقدروا ان هو يبقى لاقرب او احسن واحد في الحاله اللي موجوده دلوقتي كره تروح له او اللي ليه علاقه بالجيم، يعني ما تجيبليش واحد بعيد ولا حاجه، لا هيقرب خالص لاقرب واحد للكوره فعلا، فدي حاجه حلوه جدا، او للجيم مش الكوره، للشخص اللي معاك الكوره هيديك الكوره، فدي نايس جدا. جنرال ريسبونسيفنس هو بيقول لك تمام. امبروفد انيميشن ترانزيشن افتر كنترولينج ذا بول، يا ريت ريديوس سنسيتيفيتي ايه ده اوف ار2 تو بريفنت انوانتد نوك اوتس. تمام بس نايس جدا. مالتيبل ماشي، بيقول لك ان انت ساعات هنا بدل ما وانت بتشوط الكوره او انت بتعمل باسنج مره واحده تلاقي اللعيب بيعمل زي اللهطه كده ويقع ويعمل تاكل، انا ما قلتلكش تعمل تاكل، انا كنت بشوط الكوره، فحاجه زي كده بيقول لك خلاص لقوا حاجات زي كده وحلوها برده على كلامهم. ده طبعا هتعرفها من الجيم بلاي، دي صعب جدا ان احنا نعرفها دلوقتي، لازم من الجيم بلاي. Address some situation where your pass or shot input will drop and ماشي برده لما وانت بتشوط او بتباسي ساعات ما بيستقبلش اصلا دوستك، فده نايس. quality of life improvement فعلا عشان الناس المرضى نفسيين اللي بيهش وبيستنى وقت كتير، انا معاك ان هم شالوا السليبريشن بتاع الهش والاي اوكي ده السليبريشن بتاعه، وانا معاك جابوا العياط بتاع امبابي، بس الفكره نفسها ان هو بيقول لك قللوا دلوقتي removed all walk back cinematic، يعني بعد ما بجيب الجون وتلاقي اللعيب جاي وعمال يسقف لك كده خلاص القصه دي اتشالت، ما بقاش في اللحظه دي خالص. الاحتفال بتاع الاحتفال نفسه يعني الوقت بتاعه اقل، وده طبعا لاوقات الكيكوف هتبقى 10 ثواني تقريبا، كانت 15 ثانيه وكانت 30 في 18، بعدها 19 بقت 15، بعدها فيفا 21 خلوها 10 نايس، الثروين كانت تقريبا 20 هنا. جول كيك كل الحاجات دي قلت تماما، نايس فشخ فشخ فشخ. يا ريت اوتو سكيب سام انيميشن، ماشي لما الكوره بتخرج بره كوره عاديه خالص اوت عاديه خالص هيعمل سكيب اوتوماتيك من غير ما حد يدوس اي حاجه، فده نايس جدا. بالذات الاونلاين على كلامهم، بالذات الاونلاين الكيك اوف اظن ان هتبقى الحاجات دي لسه موجوده، بس بالذات الاونلاين الحاجات دي تشيل. الورك لوجيك امبروفنج ديتكشن اوف وين ذا هاف اوف اند، ماشي تمام مش مهمه دي خالص. كومبيتيتيف اند كور كوميونيتي فيدباك، نو بول كوليجن ويز هاندز، ماشي بيقول لك على موضوع تقريبا الهاند بول. وين وي سي بريمبل وي مين ذات ذا بول فيجوالي اند فيزيكالي ويل باس ثرو ذا بلايرز ارم، حلوه ووحشه. هنا بقى قصدهم ايه؟ بيقول لك ان هو هنا مش هيبقى في حاجه اسمها هاند بول اصلا، انا عارف ان مفيش هاند بول، بس ايد اللاعب الكره هتعدي خلالها، يعني حتى لو اللاعب عامل ايده كده الكره هتعدي من خلالها، فانا مش عارف دي حاجه حلوه ولا وحشه، بس هي حاجه غريبه خالص بقى، يعني انا ما اعرفش ازاي في الكوره كده، يعني انا كجسم بني ادم انت اللي في ايد هنا دي لوحدها عامله بلوك، لا بيقول لك الكره هتعدي من ايدك، عارف انت تحكمه بقى في حاجه زي كده مش انا. يعني التيم بريس ماشي، التيم بريس تقريبا بقى هنا ليها تايمر، فدي حلوه جدا، هيبقى انت شايف التايمر هنا قدامك على طول، فدي حلوه ان انت تبقى شايف التايمر، هيبقى اوريدي اوتوماتيك بعد التايمر ده التيم بريس بيتشال بدل ما الناس بتنساها ويضيع الجيم كله يعني او يضيع الاستمرار بتاعتك. فهنا مانوال سويتش تو اوف سايد تراب، ماشي كل الكلام ده تمام. اكسلريشن جول كيبر سيف سايد جنرال امبروفمنت، وي اولسو هاف كابل فيو فيوتشر كيك اوف، هخلع من الكيك اوف معلش يا جدعان. الريوايند طبعا احنا عارفين ان دلوقتي خلاص اتضاف ريوايند، شفتوه انتوا في التريلر في الاول خالص الريوايند، وبعد ما سجل بعد ما شاط ما جاتش جون يقدر يعمل ريوايند، بس الكلام ده في كيك اوف بس، فانت بقى ايه لو معاك صاحبك يعني بص في شخه بقى لو هو هيقعد يعمل ريوايند بعد كل هجمه هيضيعها، فاهم دي حاجه هترجع لك فاهم. الحمد لله ان هي مش موجوده في اي حاجه مثلا برو كلاب ولا بتاع، كانت هتبقى مسخره اصلا يعني ما ينفعش اصلا بصراحه. ميني مور ماشي از ريزلت اوف ميكانيكس سمولست تشينج وي هاف از ذس هير بيسايد ايفرثينج منشن ابوف تو منشن سم امدريد اوف نيو انيميشن تو ريفريش اند بولش مالتيبل ارياز، يا ريت جول كيبر انتكس بينالتي كيكس،
ماشي. بقى في انيميشن جديد، حاجات زي كده، نيو سيليبريشنز. طيب نايس والله. ده تقريبا بالنسبه لهم ده اخر الاخبار، ده اجدد الحاجات اللي حصلت لحد دلوقتي بروميسنج، او يعني بالنسبه لي بصراحه انا شايف ان حاجه زي كده جيم باين ان هي حلوه. في مشاكل لحد دلوقتي لسه باينه، في مشاكل ما تكلموش عليها، يا رب يتكلموا عليها او يا رب تتحل. برضو شفنا في التريلر في الاول خالص حته اجويرو، انت بتقول لي ان هو هيهولد نفسه مش هيروح اوف سايد، لا هو راح اوف سايد. اجويرو في التريلر راح اوف سايد، ويعني انا مش عارف ازاي حاجه زي كده راحت منهم وراح اوف سايد وبعدها لحق نفسه ورجع. فانا مش عارف، يا رب يعني تكون غلطه ولا بتاع، انا مش فاهم، بس يا رب تكون غلطه. اتمنى ان الجيم الجايه تكون، او فيفا عموما بالذات الجايه دي، تكون فيفا حلوه، اتمناها. وده تقريبا كل اللي اقدر اقوله عن التريلر او عن فيفا 21. انا بصراحه متحمس، مش هقدر اقول لك ان انا متحمس بنسبه 100%، بس انا شايف بصراحه ان الجيم دي فيها حاجات كتير اتذكرت انها احسن من فيفا 20، احسن من 19، احسن من 18، حاجات كتيره جدا على كلامهم قالوها، واول مره يقولوها، ما قالوهاش قبل كده. انا كل سنه بستنى وبقعد اقرا الكلام ده كله، بيقولوا حاجات حلوه، لكن المره دي اول مره يجيب لك بقى فيديوهات بحاجات من الان جيم، فدي حاجه حلوه جدا بصراحه، اتمنى انها تحصل فعلا. ولو حصلت فعلا اظن ان الجيم هتبدا تتقدم لقدام شويه، بالذات ان هو بيس زي ما بي اس زي ما احنا عارفينها، ان هي وقفت في بيس 21، يا دوبك هيبقى ابديت بس بفلوس، وفي وبيس 22 هينزلوا بانجن جديد بقى بجرافيكس جديده، هتبقى حاجات حلوه يعني من ناحيه بي اس. فعلى منظوري انا شايف ان فيفا عايزه تاكل الجو السنه دي، لان فيفا مش هيبقى ليها اي منافس السنه دي خالص اصلا، فهي تبقى عايزه تاكل الجو ان هي خلاص انا الجيم الوحيده بتاعت فوتبول عموما، هعمل لكم جيم ممتعه او مش ممتعه، احسن جيم موجوده دلوقتي تقدر ان انت تخش تلعبه، فبالتالي ان هو زي يمسكك في الجيم وخلاص. فاتمنى ان EA تعمل حاجه زي كده، واتمنى ان بي اس ترجع تنافس فيفا عشان نرجع اخيرا نلاقي جيم تتلعب بصراحه. فبس ده كان نهايه الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل شير وسبسكرايب، تابعني دايما على تويتر هسيبه لك تحت في الديسكربشن. وبس لو عندك اي سؤال من وجهه اي حاجه انا ممكن اكون نسيت حاجات تبقى لي تحت، وبس اشوفك في فيديو جديد، سلام.